لو الحكاية فيها إن فيتو الهالوين عيد الخلع. ناس بتخاف في اليوم ده وبيحتفلوا بالرعب كشعور انساني. طب انت بتحتفل معاهم؟ لا. طب ليه؟ مش عارف، بحس ان هو يعني طقس او تقليد غريب علينا كثقافه شرقيه يعني. ما اعرفش اي حاجه عنه خالص، لا تاريخه ولا ايه هو ولا بمناسبه ايه، هل هو مصري ولا غير مصري، مش عارف. اعرف ان هو بيبقى الناس متنكرين وبيعملوا حفله بعد كده بيقعدوا بقى يحتفلوا بعد كده. طب انت بتحتفل بيه؟ لا، في مصر، في مصر ما فيش الحاجات دي. الولاد بيحتفلوا، هما بيحبوا الاحتفالات بالحاجات دي. بتحتفلوا بيه فين بقى؟ في البيت ونرسم على وشنا. عباره عن ناس بتدهن نفسها الوانات وحلويات وبيلبسوا حاجات كده غريبه وبينتشروا في الشارع بعد الساعه 12. طب انتوا ليه مش بتحتفلوا بيه؟ عشان لما نحتفل بعيد ميلادنا الاول. هو اللي اعرفه ان هو عيد فري جاي سواء امريكا او اوروبا، وعيد كده بتنقل فيه لبس رعب وحاجات بقى وقرع عسل وحاجات لطيفه كده. طب احتفلت بيه قبل كده؟ عملت ايه؟ عملت موبايل. طب بتشتري لبس معين؟ بتلبس لبس معين؟ لا، كنا عاملينها بارتي كده انا واصحابي، والفكره ان كل واحد يجيب الماتيريال اللي عنده يعمل بقى شكل. في الفامباير، في بنت عامل فامباير ميك اب بس اغلبه اسود بقى، فامباير وحاجات دي كلها. والاضاءه جبنا زي كرتون كده روبوت دوني لفيناها لونه باليوم. هتلاقي الجو لطيف. نفسه بقى مع الاضاءه وشغله هنا وهنا، الموضوع كله ما كلفش 100 جنيه على بعض. ناوي تحتفل بيه السنه دي؟ ان شاء الله، بس نخلص المشروع اللي عاملينه. يعني لسه ما حضرتهوش. انا سيف الهالوين مش كشروط. طيب انت بتعمل ايه اصلا في الهالوين؟ الهالوين بالنسبه لك ايه؟ بشتم ميز. اتفرج على فيلم بشتم ميز. اشمعنى؟ ما احتفلش بالحاجات دي اساسا يعني. ناس كده بتنزل تلبس لبس حلو كده وبيحتفل في مكان حلو وناس فاضيه. طب ليه مش بتعمل زيهم؟ لما ابقى فاضي. هتلبس زيهم؟ ان شاء الله. بلبس اي كاستم بس اللي هو مش حاجات بقى اللي هو انجل وحاجات زي ده بتخوف. انت بتحتفلي بيه؟ طب انت تعرفي عنه ايه؟ اعرف عنه ان هو بيحصل في الفول سيزون اللي هو بيكون الوقت ده يعني اللي هو ما بين الصيف والشتاء. وان هو بيكون ريليتد ان اللي هو التريك اور تريت، ان احنا بنروح بيوت بنخبط يا بناخد حاجه حلوه يا حد بيرمي حاجه بيض والجو ده. و هو عيد يعني، هو مش المفروض ان هو في الحاجات اللي نحتفل بيها في مصر، بس احنا مش هنحتفل بيها. طب بتروح تشتري اللبس من اماكن معينه؟ لبسه من اماكن فين؟ في مكان اسمه نيفرلاند، هو ده اللي بعرفه. بتحتفلي بيه فين السنه دي؟ لا لسه مش عارفه. طب هتلبسي ايه ولا الناس ما خدتيش؟ لا لسه مش عارفه برضه. ماشي، شكرا. ايه عيد الهالوين ده؟ ما اعرفش حاجه بالاسم ده. نسمع عن عيد الحب، عيد راس السنه، عيد الكبير، عيد الصغير، لكن عيد الهالوين دوت ما اعرفوش.